يعني في أقل من 24 ساعة ارتقى 9 شهداء فلسطينيين في الضفة الغربية، وطبعا جميعنا تابع قبل أيام المجزرة التي حدثت في مخيم جنين، وعدد كبير من الشهداء ارتقى في تلك المجزرة. هل يمكن القول بأن إسرائيل التي تواجه الجبهة الأساسية في غزة وجبهة أخرى متوترة جدا جبهة جنوب لبنان لا تريد أن، أو بمعنى أدق تريد تحييد جبهة الضفة بالقيام بهكذا عمليات دهم واعتقالات وقتل للفلسطينيين في الضفة الغربية؟ نعم أختي، هي تخشى من أن تتسع جبهة الضفة المشتعلة. أصلا هي المعركة بدأت في الضفة منذ تقريبا العام ونصف العام، عندما اعتلت حكومة نتنياهو سموتريتش بن كثير سدة الحكم، وفي ذلك الوقت كانت تعمل جاهدة لأن تحيد غزة، وهي دائما تسعى إلى محاولة تحييد المناطق الجغرافية غزة عن الضفة، حتى المحافظات في الضفة كانت تسعى إلى تحييدها. هم صنفوا الضفة الفلسطينية في المرتبة الثانية خطرا بعد ما يحدث في قطاع غزة قبل منطقة الشمال، ولذلك هم أخذوا وسحبوا كما كبيرا من جنود الاحتياط من الضفة الفلسطينية إلى قطاع غزة. وعندما بدأ الشمال بالتوتر اضطروا لسحب أيضا جزء كبير ممن كانوا يريدونهم التوجه إلى قطاع غزة، سحبوهم إلى جبهة الشمال، وبالتالي هم توزعوا على 3 جبهات، وبكل تأكيد هم غير معنيين أن تتسع جبهة الشمال أكثر، وهم غير معنيين أن تخرج الضفة أكثر مما هو عليه الحال عن السيطرة. الضفة أكثر اتساعا وتحتاج كما أكبرا من الجيش ومن جيش الاحتياط، ولذلك هم يخشون من هذه الجبهة ولا يريدون فتح كل هذه الجبهات عليهم دفعة واحدة. لكن الضفة أيضا في وضع خطير جدا. أنت تحدثت عما يحدث في مخيم جنين، وأيضا اليوم يحدث في عديد المناطق والقرى والمخيمات في فلسطين. هم سلحوا المستوطنين، يعني بدل الجيش الاحتياط هم سلحوا عشرات الآلاف من المستوطنين، وأعلن ابن كثير بكل وضوح أن المجتمع الإسرائيلي اليوم كله مسلحا، وأخذوا القرار ليس فقط بالاعتداء على الشعب الفلسطيني، وإنما أخذوا قرارا وتعليمات بالإعدام الميداني، يعني معهم المجال مفتوح لإطلاق النار بهدف القتل على الشعب الفلسطيني. ولذلك هم الآن نحن نواجه ليس فقط الجيش، المستوطنين تحولوا إلى جيش، وهم لطالما كانوا جيشا، وهم سيحرصون تماما ألا تنفتح أمامهم هذه الجبهات، لكن إنهم إن كانوا على ذلك يجب أن يوقفوا عدوانهم ويجنبوا أنفسهم كل هذه الجبهات، يوقفوا العدوان عن قطاع غزة فورا، أن يتوقفوا عن المجازر وعن الاعتداءات التي تحدث في الضفة الفلسطينية، عدد الشهداء أيضا في الضفة كبير ومتواصل، وهم يحسبون بهذه الجبهات كل حسابهم.